أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من حصة منشات التي خصصناها هذه المرة للحديث عن مسيرة الأمير عبد القادر السياسية الجهادية المقاومتية، وأيضا المجالات الأخرى كانت للأمير إسهامات كبيرة فيها، وهي المجال الديني الصوفي، المجال العالمية، مجال العالمية والاحتكاك بالحضارات الأخرى، وأيضا المجال الدبلوماسي وما خلفه أيضا للأجيال من فكر صوفي وكتب وأيضا رسائل لا تزال إلى اليوم محل بحث عميق من طرف الباحثين، ومحل اهتمام أيضا لمن يريد أن يتعمق في حقيقة تاريخ الجزائر. دائما مع الأستاذة زهور بوطالب، مرحبا بك الأستاذة. شكرا جزيلا. ولتذكير هي أحد مؤسسي مؤسسة الأمير عبد القادر، وهي الآن تشغل منصب الأمينة العامة لهذه المؤسسة، تشتغل كما ذكرت لكم من قبل على جبهات متعددة لإحياء تراث الأمير عبد القادر، وهذا جهد تشكرين عليه وتقدرين لأجله. الأمير عبد القادر، تفضلي. لما نحيو الأمير عبد القادر نحيو الوطن، نحيو تاريخنا، نحيو رجالنا ورموز نتاعنا. يعني مع الأمير عبد القادر ما كانش وحده. نعم، هذه هي اللي لازم نتكلموها ولازم نعذروها بكل صراحة. الأمير عبد القادر كانوا رجال، كانوا نساء، كانت رجال مقاومين كما الأمير عبد القادر كان يختارهم، يعني اختيار على شجاعتهم، على معالم كثيرة. نعم، كانوا رجال، هو تاريخ الوطن، تاريخنا. نعم، نعم. ما لازمناش نهمشوه. سلو تخبركم عنا فرنسا، ويصدق إن حكت عنها المقال، فكم لي فيه من يوم حرب بها افتخر الزمان، ولا يزال كان رجلا مقاوما، ولكن لكل شيء نهاية. ولكن الأمير عبد القادر الإنسان، عبد القادر الرجل الصوفي المفكر، بقي وواصل عمله وواصل نشاطه بكل حيوية حتى وهو في السجن. لما فشلت المقاومة طبعا أخذه الفرنسيون إلى فرنسا سجينا، وكان قد اجتاز ظروفا صعبة من 1847 تقريبا إلى 1852. هذه الفترة كانت صعبة جدا، كانت بالنسبة صعبة للأمير. وكان اليوم نتكلم على الوباء. هذاك الوقت لما سجن في أولا في بو، ومن بعد في تولون بو، وانسويت أمبواز. يعني الناس شويه راهي غلطه لما يقولوا شاتو دامبواز يحسبوا لي شاتو دو لا لوار كيما راهم يشوفوا في التلفزه، ما على بالوش بلي كانوا في لي كار لتحت، وين كانت لوميديتي وكان الرطوبه وكان مرض، وكان ذاك الوقت كان كوليرا ولا بيست. يعني شوف هذاك الوقت الامير عبد القادر مولف بالباديه ومولف بالصحراء. نعم، ومع الخيام، هو شاعر وكتب عدة. نعم، الشاعر. نعم، على هذا وذكرت بيتين. ايوا الله يبارك. قلت يعني يصيب روحه في يعني في 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 جهه اللي ما تناسبوش، وما منجمش يتأقلم بهذا السجن لعدة مرات، غير ربي مات الأمير عبد القادر. وخافوا لا تكون عندهم فرنسا مشكلة دولية، لأن الأمير عبد القادر لما نتكلمه كان عنده مراسلات مع كل الملوك من هذاك الوقت. نعم، مع لا رين صوفي ديسبان، مع الإنجليتري اللي كان يشتري من عندهم السلاح. يعني كان عنده مراسلات وعنده علاقات. يعني يكون كان مات الأمير عبد القادر يعني في السجن، كانت راح تكون مشكلة سياسية كبيرة في فرنسا. يعني لما جاء
نابليون هو اللي نابليون الثالث اللي تلق صراح الامير عبد القادر فهم تلق صراح الامير عبد القادر. بصح الامير عبد القادر كان طول حياته هو تقريبا مسجون لان كانت فرنسا تعسو يعني عن قرب قرب هذه ما ولما طرحوا له هو كان في الاول قبل ما يروح الى فرنسا كان حب يروح لبلاد الشام نعم وقالوا له نعم ولما وصل صاب روحه في فرنسا مسجون يعني خدعوا نعم ديجا نعم. الخديعه الاولى ولكن تلك الفتره فتره السجن كانت ايضا فرصه للامير ليكتب لي ربما كتب سيرته ويكتب كتب اخرى مثلا اعتقد رسالة الفرنسيين والتي تعتبر بين قوسين باللغة العربية تنبيه الغافل وتذكير العاقل فعلا ويقصد بالغافل الجزائري وبالعاقل يعني الغربي بشكل عام تذكير العاقل وتنبيه الغافل ما يسمى بالفرنسية لاتكو فرنسي. نعم. لما التقيت مع واحد من الحكومة الفرنسية وتحدثنا على هذا الكتاب وكان قراه قال لي مدام بوطالب قال لي ميلي عبد القادر اللي كان ما بارلي يعني شوف ديزاني دي سيكل ابري جماعه يقول لك وكانه يحدثه الان كان يحدثني الان يعني هذا الشيء يعني جميل كيفاش اللي كان مستعمر كيفاش يشوف الامير عبد القادر نعم وهذا كانت فرصه بالنسبه له فتره السجن والامواز كانت يعني اقسى فتره يعني بالمقارنه مع الفترتين تاع بو تولون كان في الاول ما قبلوش الناس بو لما سمعوا بالامير عبد القادر جاي داروا مظاهرات ما قبلوش باش يكون في نعم قد كان عدو لفرنسا ما الذي اتى به الى هنا وكانوا يشوفوه كم تيروريست نعم كما يحبوا يكتبوا يعني نعم على لهذا في الاول ما حبوش ولما شافوا الامير عبد القادر ولو كان في زيارات نعم ولو عدة ناس حتى رجال الدين نتاعهم حبوا يردوا الامير عبد القادر المسيحي نعم نعم كان في محاوله كان في محاوله والامير عبد القادر وقبل التحدي يعني جاء شارلينار لما نتكلموا على شارلينار شارلينار هذا سويسري نعم انسان رجل دين وسويسري وكان طلب باش يشوف الامير عبد القادر نعم ولما شاف الامير عبد القادر يعني انبهر بالامير عبد القادر وكان من الأولين هذا شارلينار ورأى بأنه متفتح أيضا للحوار والنقاش فعلا ولما نعم. شاف الأمير عبد القادر انبهر به وهو من كان من الأولين مع مونسيور دو بوش اللي تكلمنا عليه من قبل اللي كان سور لو تريتمون دي بريزوني كان في الفترة اللي كان في الجزائر كان يتعرف كان عرف الأمير عبد القادر نعم. وكان أشياء يعني اللي كانوا كيفاش يتعاملوا مع الأسرة تاع الفرنسيين وهناك قصة اللي قصة جميلة أحد القواساوس يعني مونسيور دو بوش نعم هو كان رأس الأمير عبد القادر لتحرير رهينة أيوة. هو أسير, وأسير. أسير. وماذا كان رد الأمير عبد القادر يعني كانت واحدة جات تشوف المونسيور دو بوش فرنسية قالت لها راني حامل وراح نزيد وماذا بيا زوجي اللي راه مسجون عند الأمير عبد القادر يطلقوا صراحه وبدات تبكي وقال لها مونسيور دو بوش نكتب برقية للأمير بعث للأمير الأمير رد عليه نعم قال له جو بونسي كو فوز ايتي ان اوم دو ديو ان اوم ديكليز نعم انا كنت نحسب تكون انت راجل دين راجل كنيسه تطلب مني مش طلاق صراح واحد بصح الطلاق صرح جميع الاسرى جميع الاسرى قال له يعني شوف نعم كيفاش الامير والاخر واجبه قال له دو كال مانيير بأي طريقة هذاك الوقت بداوا المبادلات تاع الأسرة بين الجزائريين يعني لما نشوفوا في حقوق الإنسان ومع أوغي دو نور لا شارت تاع لاكواغوج انترناسيونال أسسها والمباني تاعها تاع الأمير عبد القادر نعم اللي أنسيت مبنات لا كوديفيكاسيون دو دووا هيومانيتير
il a été fait en Algérie par l'émir Abd al-Qadir. Ma darouha ni fi Amerika au moment de la guerre de sécession, ma le code libère, ou ma darouha fi Europa, ma les conventions de Genève. Da kharjet ou sousa kharjet mel Jazair, ma daoulet l'émir Abd al-Qadir. Hada li n'aoud lek l'émir Abd al-Qadir daoula ولا إمارة يعني. ولا إمارة ولا شوف دولة الأمير عبد القادر كي تي بيان اون افونس سور سون طون يعني شوف البعد الإنساني تاع الأمير عبد القادر هذا الشيء اللي لازم الجزائريين وقلت هذاك الوقت بيتر موغير اللي هو رئيس الصليب الأحمر لما درنا المؤتمر تاعنا قال لي والله يا مدام مطالب كون ما جيتينيش أنت وتكلمتي لي على الأمير عبد القادر ما كنتش نعرف الامير عبد القادر. نعم. وجبد ودار عليه بحث. نعود الى نعود الى 1852 تقريبا. نعم. وصعود نابليون الثالث الى الحكم وهو المعروف بانه متفتح ومثقف وايضا وله سياسه اجتماعيه مختلفه نوعا ما عن سابقيه. وجاء بعد ثورات كانت شهدتها فرنسا ثورة 1848 تقريبا وكان فيه حركية يعني اجتماعية في فرنسا كانت قوية جدا وكان فيه تفتح. جاء نابليون الثالث والأمير عبد القادر في السجن، ما الذي حدث؟ كان نابليون الثالث يعني عرف من الجماعة اللي ما قلت لك شارلينا مونسيور دو بوج وعدة ناس اللي عرفوا الأمير عبد القادر اشتغلوا حتى نابليون الثالث يعني حسوا نابليون الثالث حتى عرف بالأمير عبد القادر. وكان شيء جميل لأن لما نابليون الثالث التقى بالأمير عبد القادر وطلق سراحه ولا كان عنده عدة لقاءات مع الأمير عبد القادر. نعم. ويقال يعني هذا في النسبة الجماعة الفكرية اللي نعرفها يقولوا بلي نابليون ثوا يعني كان مسلم دخل الإسلام ولكن كثير معجب برسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن طرف الأمير عبد القادر. وكان له أحد المساعديه يعني مسلم في الجزائر يعني كان هو الذي كلف كحاكم عام في ذلك الوقت باتخاذ سياسة اجتماعية لا أتذكر اسمه للأسف الشديد. كان هو الذي أشرف على قبل الحديث عن فكرة هو الذي أشار إلى نابليون الثالث بفكرة تأسيس المملكة العربية. هي الفكرة التأسيس هذيك في يعني احنا يترك ما هدرناش على تركيا نعم يعني عبد القادر نعم. طلق صراح ولقاه عبد المجيد يعني علاقاه بلقاء كأمير المؤمنين نعم. ولقى الأمير عبد القادر بلقاء جميل وحتى رغم بعض مع أن مواقف الأمير من الدولة العثمانية لم تكن في البداية مواقف يعني مستحسنة. لا كان عنده مشاكل كان يعتبر الدولة العثمانية اللي كانوا هنا في الجزائر كما حسين داي اللي نعم. كما قال لك نعم. عطال المفتاح لفرنسا كما باي وهران اللي كان منع الأمير عبد القادر اللي روح والأمير سيدي محي الدين وسيدي علي بوطالب عمه باش يروحوا للحجاز منعهم سنة وسنتين وما مقبولين نعم. عليهم ما ينجموش يخرجوا يعني لولا جات فرنسا وبعدين باي وهران طلب الأمير عبد القادر المساعدة نعم. لأن كان عنده شعبية كبيرة سيدي محي الدين نعم. لهذا يعني ولكن مع ذلك باي وهران استسلم أيوة. في 1831 تقريبا شوف نعم. جماعة ما نقول جماعة اللي كانوا تحت سلطة العثمانيين لأن كنت شوف الأصول يمكن ما مش عثمانيين حقيقيين يعني, نعم. يعني صح بعد
لما التقى الامير عبد القادر مع السلطان عبد المجيد وكانت مراسلات وراهم كاينين بين السلطان عبد المجيد وقعد سنتين. بعض المؤرخين يقولوا ما كانش فرحان الامير عبد القادر اللي كان في تركيا. وبالنسبه لي انا في اي عام هذا كي خرج من السن الحبس 1855 آه 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 سنتين يعني قعد في بورصه. وفكرة المملكة العربية كانت في الستينيات من القرن التاسع عشر. نعم الفكرة تاع المملكة المملكة لو رويوم عرب. نعم جاء لما الأمير عبد القادر حمل مسيح. نعم وكانت هذاك الوقت واحد يدخل في استراتيجية تاع ذاك الوقت تاع الموضوع. كان صراع بين روسيا وإنجلترا وفرنسا على هذا كل الموقع اللي انا فيه الان يعني مازال قائم يعني ضد العثمانيين. نعم وهما باش يكسروا العثمانيين لان كانت هذاك الوقت كانت العثمانيين تاو تضعف. باش يكسروا قال لك اون كري لو رويوم عرب ونقوا. الامير عبد القادر كان عنده بعد. نعم. على بالهم باللي لما يحطموا الدولة العثمانية يعني لو رويوم عرب هو قالوا لا لو بوتي جهاد نتاعي الجهاد الصغير كان في بلادي. والجهاد الكبير هو جهاد القلم وجهاد الدين. نعم ما ينجمش ما رفض يعني رفض السلطة قيادة المملكة العربية اسم السلطة رفضها على جال الأمير المغربي ولو رويوم عرب على اس باش ما يتهرش. هو كان يشوف الجيش المحمدي الجيش الاسلامي. نعم وكان كان التما في المشرق ويشوف الصراعات وكان يشوف حتى لي بياج اللي كانوا رايحين يديروهم له تما الافخاخ يعني الافخاخ. نعم طيب ولكن كان عنده موقف من شق قناه السويس. حكاية جميلة. قبل ما نروح لقنوات السويس نتكلم على الأمير عبد القادر وحقوق الإنسانية. أيوة. الأمير عبد القادر من أولويات حقوق الإنسانية قبل أندري دونان وقبلهم كلهم. الأمير عبد القادر لما حمل المسيح في 1860 الذين لجأوا إليه فتح لهم داره وكل الجزائريين وأتباع الأمير عبد القادر اللي كانوا كانوا كلهم سلحين. بس على الأمير عبد القادر ما كانش مسلح. قالهم وكان تحت الرقابة تاع الجزائريين كما نقولوا المغاربة كان تحت الحراسة ولا تحت الحراسة تاع كل الجزائريين وأتباع الأمير عبد القادر ل 15,000 مسيحي. نعم كانت راح تكون متصرة كبيرة. لهذا مسيحيين عرب يعني مسيحيين عرب. ولهذا يقولوا باللي كانت مشكلة وفي الكتب يقولوا الدروز مع الماروني. دروز نعم مع الماروليين. درت لقاء وتكلمت على هذا في واشنطن. يجيني واحد اللبناني درزي قال لي والله لا عيب عليكم يا مدام. اه يا سيدي كيفاش؟ قلت اودي المؤرخين. قال لي وعلاش المؤرخين تاع لوكسيدان راهم مؤرخين؟ نعم والله التفت نظري وراني نقولها اليوم من اول مره عندكم. نعم قلت والله لا عنده الصح لازم المؤرخين تاعنا كيما دارك يقول لك يبحثوا على الحقيقه الصراع. قال لي ماشي الدروز اللي داروا هذه سي دي ميرسونير اللي عطاو لهم الدراهم باش يهرسوا. شكون اللي عطا لهم الدراهم؟ يعني لي بيسونس. نعم لي بيسونس تاع ذاك اللي كانوا متصارعين في هذاك الوقت. قال لي كيما دارك داعش. قال لي داعش تقولي مسلمين؟ نعم كيقولوا الاسلاميزم. قال لي داعش ما داعش تاعهم. قال لي ما تقولوش الدروز. الدروز هما اللي طلبوا من المارونيين لان كانوا فلاحين ويسكنوا في الجبال وطلبوا من المارونيين لان كانوا تجار وحلوا لهم البيوت. يعني كان هذا الشيء هذه نعم نقطة اللي لازم الى بحث عميق البحث. نعود الى قناة السويس. فعلا كان ليسيبس كان قنصل في لبنان. فرديناندو ليسيبس فرديناندو أخ آخر قنصل. نعم نتكلم كما زوج خاوة. كان واحد أرشيتكت والآخر كان قنصل فرنسا
والتقى مع الأمير عبد القادر، وكان عندهم، كان الأمير عبد القادر كان عنده مجلس فكري يعني للعلم وهذه، والتقى مع الأمير عبد القادر واقترح له باش يلتقى مع أخوه فرديناند على قنوات السويس. يعني الأمير عبد القادر شافها شيء جميل لانفتاح هذه القنوات لل في الوقت اللي كان فيه محافظين كانوا ضد الفكرة، كان لاغين فيكتوريا كان ضد هذه الفكرة وما حبتش يعني وما حبتش تتمشى في خط الأمير عبد القادر. وأيضا المسلمين، المسلمين أيضا كانوا المسلمين، لأن الأمير عبد القادر راح حتى المكة هذاك الوقت وطلب وندارت فتوى لهذه الفتوحات اللي دارت تاع قناة السويس، وجابت مع العلماء تاع ذاك الوقت. يعني ما كانش السعودية كانت، ما كانش الوهابية، ما كانش الوهابية كانت الدعوة مع شريف مكة يعني كان لا لا فيه، كان فيه بداية الوهابية في لا شيء آخر هذاك يعني شيء آخر يعني كانت السلطة الحاكمة التقت مع الأمير وكان في رد جميل بس على الأمير عبد القادر، واللي كان وراء كل أشياء قناة السويس. لما راح الأول مع فرديناند ليسيبس والتقى مع الخديف الخديوي، الخديوي بس كانوا كانين زوج الأول إسماعيل، كان خديوي إسماعيل، إسماعيل وكان الزوج نسيت اسمه اللي جاء بعده هو اللي كان عندهم بعد مشاكل مع الأمير عبد القادر. يعني اشتغلوا، وحتى الخديوي كان باغي مد الطلب، ماشي مد، ماشي كان باغي، اعطى عدة عقارات، ماشي عقارات التراب للأمير عبد القادر، حتى عقارات باش ينجم يقعد لتما، وكان عنده دار الأمير عبد القادر. ولما توفى في مصر يعني في مصر في جنب الكسندري جنب القنوات قناة السويس، قناة السويس. ولما جاء ابن اخوه يظهر لي نخاف نغلط لو دوزيام الخديوي جاء صار له مشاكل مع الامير عبد القادر، وقال للقنصل الفرنسي راح يكون هذا التراب اللي يعني اعطيتوه للامير عبد القادر راح يكون ملجا للجزائريين، وراح يكون عندي مشكله. لان كان يظهر لي، يظهر لي كان في كان متخوف، كان متخوف، كان متخوف من الجزائريين، كان متخوف من قيمة الأمير عبد القادر، من الهالة، من الهالة التي كانت الهيبة اللي كانت عند الأمير عبد القادر اللي هو ما كانش، ما كانش حبا ونحاو طرب الأمير عبد القادر هذاك الوقت. يعني طيب الأمير عبد القادر وجهته الشام، و أيضا نزعته الجديدة هو ترك الدنيا للدنيا و الزهد والدخول في عالم التصوف والكتابة، وأيضا إعادة الاحتكاك، لا أقول الاحتكاك من جديد، بالشيخ محي الدين ابن عربي. هو الأمير عبد القادر كنت قلتها مع مونسيور أوري تيسي، قال لي في بعض لما التقينا في بجاية قال لك يظهر لي بلي الأمير عبد القادر التقى بالشيخ محي الدين لما عرف الشيخ محي الدين عرفوه في الشام. أنا واجبته بس ما واجبتوش مباشرة هكذا، لا قلت له أنا راك غلط، قلت له الشيخ محي الدين معروف، ولكن لم توضحي له يعني زاد، زاد زاد في عائلة يعني متصوفة، للوالد نتاع الأمير عبد القادر كان شيخ زاوية، وكيكونوا عائلة متصوفة نعرفوا الشيخ محي الدين ونعرفوا سيدي عبد القادر الجيلاني ونعرفوا الأولياء والصالحين. وكانت يعني وكانت الكتب تلازم الأمير منذ شبابه يعني، كان وكان يتأسف، وكان من بين ما تأسف له بعد فشل المقاومة وهو إحراق مكتبته. هذه اللي نسيت باش نقولها، الله يرحمه المونسيور تيسي، نعم. قال لي بصح في أمبوز ما صبناش كتب الأمير عبد القادر اللي تاع الشيخ محي الدين بن عربي، قلت لهم بصح ما صبتش هذه تاع سيدي عبد القادر الجيلاني، نعم. وكل المتصوف قلت له لأن الأمير عبد القادر كان عنده اون بيبليوتاك يعني كانت مكتبة كبيرة اللي كانت عنده حرقتوها وديته وحده. نعم. كان طلب من
وكان في حديث له مع أحد الأساقفة قال بأن الذي يعني حز في نفسه ويعني مع ترك حرقة في قلبه وهو المكتبة التي حرقت لم يكن يعني قال كل شيء يعني يخلف إلا المكتبة وهي غالية جدا كانت غالية جدا بالنسبة له لأن كانوا مخطوطات تاع العائلة نعم كلها وكانوا نعم كانوا كان فيه تراث كبير فاحتكاك العائلة بعالم الصوفية عبد القادر الجلالي الشيخ محي الدين بن عربي وغيرهم من أعلام التصوف كانت من البداية يعني من البداية وهو الشيء الذي جعله يختار دار الشيخ الأكبر محي الدين العربي ليسكن فيه في دمشق. هو الأمير عبد القادر لما دخل دمشق دار ثلاث حاجات. اولا قال لهم نروح نزور قبر الشيخ محي الدين بن عربي. نعم. وسكن في دار الشيخ محي الدين بن عربي واشتغل على باش يلم المخطوطات تاع الشيخ بن عربي تاع فتوحات المكيه. نعم. ونقول كان يعني حط كاع المال نتاعو باش يلم يعني لاحياء الفتوحات المكيه مع الشيخ محي الدين بن عربي. نعم. وطلب لما توفى باش يدفن عند الشيخ نتاعو. نعم. الشيخ محي الدين بن عربي يعني شوف كانت الصيلة كيفاش كانت. اليوم يقول لك كيفاش الأمير عبد القادر عرف الشيخ محي الدين بن عربي. مش الأمير عبد القادر عرف، الأمير عبد القادر هو جده الكبير سيدي مصعب المختار. نعم. التقى به في القاهرة، التقى بالشيخ محي الدين بن عربي، التقى مع عالم جليل اللي هو الشيخ الزبيدي، والشيخ الزبيدي اللي هو كان من الأتباع، لأن ما كانش عنده طريقة الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين بن عربي، بس كان من الأتباع والمحبين تاع الشيخ الأكبر. ويعني قعدت هذا المحبة وهذا يعني هذه الطريقة صازت طريقة قادت في العائلة نتاعنا حتى اليومنا هذا. يعني حتى اليومنا هذا. نعم. تشوف بعض من عائلتنا يعني كثير ينتموا للصوفية. والأمير عبد القادر هو كان قادري، كان. نعم. كان شد الطريقة القادرية على الوالد نتاعو، على جده سيدي مصعب المختار اللي تناسب تلك سيدي قدم المختار جدنا الكبير. نعم. يعني شوف هذيك السلسلة اللي بدت كلها طريقة القادرية. طيب قبل أن نختم وهذا هو السؤال الأخير، جرى الحديث مطولا عن فيلم عن الأمير عبد القادر، هذا المشروع وهذا الحلم وهذا لماذا لم يتجسد، وهل فيه إمكانية أنه يتجسد مستقبلا؟ لما لا؟ هي الفيلم تاع الأمير عبد القادر في الأول بدا الهواري بومدين، يعني كان حب يدير الفيلم تاع الأمير، وكنا كان طلب من العقاد الله يرحمه مصطفى العقاد. نعم. أيوة. لي ندير فيلم لما شاف عمر المختار. نعم. قال لازم فيلم للأمير عبد القادر. نعم. للأسف أنا التقيت مع العقاد في أمريكا قبل ما يتوفى. قلت له يعني قال لي كل شيء تاه واجد يا مدام، أعطوني برك الفوفيغ. بابا شهر ولا شهرين وبعد نسمع به توفى في الأردن. والله في الأردن. نعم. يعني هذاك الشيء رحمه الله. هذه أولا أنا الفكرة تاع الفيلم من اللي بدأ الاستقلال والحكام اللي مرضوا. نعم. كل الرؤساء. حتى كل الرؤساء. أنا نعرف الشهادات تاع بومدين والشهادات تاع بوتفليقة. بوتفليقة لما جاء وكان الوالد تاعي هو رئيس المؤسسة طلب منه باش يكون. قال له من نطلب لك والو، لازم يكون فيلم تاع الأمير عبد القادر هو تاريخ الجزائر. يعني كان موافق. يعني صراحة راح ماشي دركي راح. نعم نعم. هذه الشهادة. شهادة التاريخ. نعم. وطلب من هذاك الوقت من خليدة تومي وطلب من الجماعة باش يبداو تحضير له. نعم. شوف هذه الهضرة كانت في 2000 كما بدا الرئاسة في 1999. نعم. هذه الهضرة بدات في هذاك الوقت سنوات. ومن بعد كي مرض الرئيس
خالدة توميد قالت لك جابت فيليب دياز وجابت هذاك الامريكان تري انجاجي نسيت اسمه باش يديروا فيلم تاع الامير عبد القادر. يا عجبه انا والله ما ماشي باش باش نطيح لا في خالدة تومي ولا ابدا ما عندي حتى مشكله. المشكله اللي الوالد نتاعي زعف بزاف والتقى مع جماعه فيليب دياز قال له كيفاش انت تنجم تكتب الامير عبد القادر هذه هل ترى تعرف الامير عبد القادر؟ جبت الكتب قالوا جو موغي فيغ سوغ لي جينيرو فرونسي واش قال التاريخ الفرنسي. الحاج نتاعنا زعف بزاف قال كيفاش التاريخ نتاعنا الفرنسيين رايحين يديروا الفيلم تاع التاريخ نرجعوا للفرنسيين مش نتاعنا التاريخ تاعنا. قال لك نجمو نطلبوهم على لا تكنيسيتي نجمو يعني اشياء اللي ما عندناش بصح لو كونتوني والتاريخ نتاعنا ما يجيش يديرها لي. سيدتي ولو ان الوقت قد دهمنا كما يقال الا ان عندي سؤال اخر يعني اخير وارجو الاجابه بايجاز. هناك من يقول بان من عائله الامير عبد القادر من احفاده من تلقى رواتب من السلطه من الدوله الفرنسيه لمده طويله يعني الى اي حد هذا يعني صحيح او خطا وشيء من القبيل؟ شوف لما الامير عبد القادر كانوا ناس زمان عندهم التراب نتاعهم. نعم. لما الامير عبد القادر راح للمنفى ما عنده ولا مليم وعائلته كذلك. نعم. وكانوا راحوا يظهر لي 120 واللي سبقوه التم يعني كانوا عدة جزائريين من العائلة وغير من العائلة. نعم. بصح خلاو التراب نتاعهم نحاولهم كل شيء الفرنسيين. لما الأمير عبد القادر حمل المسيح وردوا الاعتبار الأمير عبد القادر. نعم. جات هذه الفكرة من القنصل الفرنسي قال عيب علينا ما خلينا لهم والو لازم يعني نردوا لهم الاعتبار. نعم. هي ماشي لأن كانوا ينتموا إلى فرنسا. كما نقولوا سي ان دي دوماجمون. تعويض عن الضرر يعوضهم على هذه هي سي ان دي وحبست هذا الشيء وقيله في سنة ماني عارفه في أي سنة حبسوا ما راهمش يدوا العائلة اللي في الشام ما يدوا والو بصح زمان وقت الأمير عبد القادر حتى وقيله أولاده وأحفاده في الأول بعض أحفاد لأن بعض الأحفاد ما كانوا يدوا والو. نعم. لا لا لا. الماسونية باختصار هذه وين نروح يهضروا لي الماسونيه يعني الماسونيه هي هل ترى نعرفوا شنو هي الماسونيه انا انا سوفون نقول لهم انا ما راهش الماسونيه سي اون كانوا كاع العظماء في هذه الماسونيه. نعم. بصح انا ومفهوم والنظره الى الماسونيه في ذلك الوقت ليست النظره الى الماسونيه الان. اولا ثانيا الامير عبد القادر لما حمل المسيح العالم كله يعني كتب له وعطاو له الفنيك الأوسيمة. نعم. اللي بزاف يقول لك الأوسيمة فرنسا عطاتها له ابدا العالم اعترف بهذا الجميل يعني الإنسانية الأمير عبد القادر منهم الماسونيين الأمير عبد القادر وين يعرف الماسونية بعثوا له قال لهم انتم شكون قال حنايا اوني اون اسوسياسيون دو بيانفيزونس حنا تاع خيرية اما لا قال لهم حسبوني منكم بصح مش ما راح لهم ما الى ايتي انترونيزي قال لك لا لوج اوري 4 هذه لا لوج اوري 4 لما الامير عبد القادر عمره ولا ما راح لها ولا يعرفها. نعم. والامير عبد القادر نعاود لي اللي طلبوا منه يكون سلطان العرب وما قبلش. نعم. واش الماسونيه ولا سلطان العرب؟ ربما السلطان العرب هي هي, نعم هي الاساس اكثر اغراء يعني واحد ما طلب ما حبش يكون سلطان العرب يدخل الماسونية. نعم. هو يعني كان في جهاد الدين وفي جهاد القلم وفي جهاد العلم. شكرا لك الأستاذ زهور أبو طالب على ما أمتعتنا به من أفكار حول الأمير عبد القادر وهي أفكار تتطلب وقتا أكبر وأكبر وأكبر وربما ساعات وساعات ونحن نتحدث عن الأمير هذه الشخصية الفذة والتاريخية لكن حسبنا أننا أحطنا ببعض جوانبها وأثرنا بعض النقاط للبحث ودفعنا شبابنا
إلى ذلك. إلى أن نلقاكم مجددا مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.